دكتور احمد، ممكن حضرتك تكلمنا عن نزيف في الانف؟ تمام. طبعا حضرتك، هو يعني نزيف الانف عرض شائع للغايه، وفي نفس الوقت هو عرض شائع وخطير، ويمكن اغلب الناس لما بيجيلهم نزيف في الانف مش عارفين يعملوا ايه وازاي هما يتصرفوا معاه، خاصة ان دلوقتي مثلا مرض الضغط يعتبر تاني اكبر مرض مزمن على مستوى العالم، وبالتالي بيبقى واحد من الاسباب ان المريض ممكن هو يعاني من قصة نزيف. طيب نعمل ايه؟ نتصرف ازاي لو انا شخص وجالي نزيف؟ من اهم الحاجات لاي شخص بيجيله نزيف ان هو ما يحاولش ان هو يبقى خايف ومرعوب، لان ده هيدخله في مرحلة تانية وفي قصة اسوأ. لازم ان هو اول حاجه ان هو يهدى خالص خالص تماما، ثم بعد كده يبدا ان هو يمسك مناخيره كويس. طبعا مسكه الانف دي مهمه جدا، الصبعين دولي بنمسكهم بهذه الكيفيه على الجزء الغضروفي اللي تحت اللي هو الطريق. طبعا ده بالتالي بيعمل ايه؟ بيخلي معانا الضغط يحصل في منطقه اللي هي تجمع الاوعيه الدمويه، وبالتالي طبعا من خلال كده بيبدا المريض يحس ان هو الدنيا هديت معاه، يفضل ماسك كده. طبعا بقى مش معقول ان هو يمسك مناخيره ويقفلها ويقفل بقه كمان، ولا تبقى مصيبه كده خلاص هو هيفقد الحياه. لا، احنا بنقول له افتح بقك في نفس السيتنج ده. قصه بقى ان انا اجيب تلج او ما اجيبش تلج، مش ده السيتويشن، مش دي الحاجه الرئيسيه اللي احنا بنخاف منها. الحاجه الثانيه ان هو بالنسبه له لو في هذا النزيف يبدا، لو هو عنده في اي نقط للانف يبدا ان هو يحطها. بعد كده لو هو مريض عنده ضغط يبدا ياخد علاج للضغط، وعلاج الضغط ده يعتبر حاجه في غايه الاهميه، لان مع الاسف بيجي المريض دايما ينسى علاجه الصبح. هو النهارده رايح الشغل عنده كذا او كذا، يبدا ينسى العلاج بتاعه، وبالتالي يحصل له نزيف اثناء الشغل او اثناء العمل. دي الخطوات الرئيسيه اللي هو المفروض المريض يعملها كفيرست ايد او اسعافات اوليه. طيب نفترض ان هو الامور زادت، لا ساعتها بقى خليك ماسك مناخيرك زي ما انت، ابدا ان انت تنقل للمستشفى. هيبدا اول ما يوصل للمستشفى اجراءات بقى اسعافيه مهمه قوي هتتعمل، هيتقاس له الضغط، هيتقاس له النبض، هيتشاف بالنسبه له في اسباب داخل الانف، في اسباب في الجسم نفسه. يبدا بعد كده طريقه التعامل مع الدكتور معاه تتغير خالص معاه. لو هو نزيف بسيط بكل بساطه الدكتور هيعمل له ايه؟ هيعمل له كي فقط لا غير. لو هو اصعب شويه ممكن هو يعمل له حشو الانف. طيب نفترض الامور بقت اصعب، ساعتها بقى بيبدا الدكتور يعمل حاجات مختلفه، يعني هيبدا ان هو ينقل له دم، هيبدا ان هو ينقل له محاليل، هيبدا ان هو يتعرف على اسباب اخرى. ممكن توصل ان هو يتعمل له حشو امامي للانف او حشو خلفي، ثم بعد كده ده كله لو هو فشل بنبدا احنا نتدخل جراحيه بالمنظار. يعني القصه كلها لها حلول، بس هي اهم نقطه ان هو ازاي ان احنا نبقى بسرعه نبقى موجودين، ازاي احنا ما نسيبش نفسنا، ازاي نتعامل مع الامور كلها بشكل مظبوط من البدايه. شكرا جدا لحضرتك.